اهلا بكم، معاكم جمان. اليوم في قمة الروقان انا، شوفوا حتى مسويت لي ماتشا علشان تفاصيل فيديو اليوم راح تطول شوية بسبب انه هذا الفيديو طلبتوه كثير مني واخيرا سويته. فيديو اليوم حيكون واخيرا عن اساسيات الجورنال زي ما طلبتوا. طبعا هذا الفيديو راح يفيد كثير ناس، خصوصا الناس اللي تبغى تبدا جورنال، لانه في فيديو اليوم راح اوريكم كل الاشياء اللي انتم راح تحتاجوها عشان تبداوا دفتر جورنال حقيقي. طبعا هذا دفتري تقريبا الرابع او الخامس، صراحه ماني فاكره ولسه ما خلصته، فانا اقدر انقول لكم خبرتي عن الجورنال والاشياء اللي انا فعليا استفدت منها وانا اسوي جورنال، والاشياء اللي انا ما استفدت منها وحسيتها رفاهية اكثر مما انها شيء ضروري عشان استخدمه وانا اسوي جورنال. بس في شيء مهم لازم اقول لكم هو قبل ما اوريكم ادواتي الاساسية في الجورنال، انه ولا شيء من هذه الادوات انتوا لازم تشتروها. طيب يا جمان، كيف انت تقول انه هذه الادوات تعتبر من اساسيات الجورنال وفي نفس الوقت مو لازم انه احنا نشتريها؟ انا اقول لكم الجورنال يعتبر فن واداة وعلاج لتفريغ الطاقة وكل الاشياء اللي جوتكم، فمو معقول انه انا راح اشتري اشياء بمبلغ قدره عشان هذا الدفتر. يعني بالاختصار في بدائل لكل شيء راح اوريكم هو في ذا الفيديو، وفي واحدة من الفيديوهات انا سويتها راح تطلع لكم في احد الجهات من فوق، راح تساعدكم وراح تثبت لكم الكلام اللي انا اقوله. ولكن هذا الفيديو راح يفيد الناس اللي تبغى تشتري اشياء للجورنال بس ما هي عارفه ايش تبى تاخذ اشياء ضروريه عشان تحس انها فعلا بتستفيد منها، مو في كم صفحه ولا صفحتين وبعدها خلاص ما اقدر استعملها، لانه ستايل هذا الشيء حيحدني والوانه كمان. فانا راح اجيب لكم الاشياء الاساسيه اللي تقريبا تقدروا تستعملوها في كل صفحه في هذا الدفتر، واكيد راح احط لكم روابط كل المنتجات اللي راح اوريكم هي تحت في صندوق الوصف. ما ادري، حسيت اني قاعده اهرج كثير فوق راسكم بس عشان اني اوضح لكم الاشياء اللي ابغى اقولها. وانا راح اشرب ماتشتي وجوان اللي بتسوي فويس اوفر راح تقول لكم ايش اساسيات الجورنال. يلا بينا نبدأ بأول وأهم شيء اللي أصلاً جالسين نشتغل عليه. أول شيء حنتكلم عنه اللي هو دفاتر الجورنال. استخدمت أنواع مرة كثير، فهتكلم لكم عنها كلها وإنتوا اختاروا اللي يناسبكم. أول دفتر استخدمته في حياتي كان أبيض سادة، أخذته من مكتبة جرير اللي حلو فيه إنه يستحمل الألوان الأكريليك وكل أنواع الألوان، وكمان تقدروا تلصقوا عليه أي شيء حرفياً. فإذا شغلكم في الجورنال تقيل هذا الدفتر مناسب لكم، وإذا شغلكم خفيف وبسيط فهذا الدفتر هو الأفضل. فيه له نقط صغيرة زي ما شايفين وهذا المفضل بالنسبة لي، حتى لو تلاحظوا اني دايما استخدمه. ورقته مرة خفيفة لدرجة انه الاوراق قاعدة تتقطع منه وهذا عيبه الصراحة، او يمكن سوء استعمال ما اعرف، بس اللي لاحظته انه ورقته خفيفة مرة. فلو تبوا تستخدموا زي هذه الدفاتر خلوكم حريصين وانتوا تستخدموها، لاني اعاني من اوراقها وطول الوقت احط لها مشابك عشان ما تطيح. هذا النوع من الدفاتر ما انصح اي احد توه بادئ في الجورنال انه يستخدمه، لانه زي ما انتم شايفين الاوراق نفسها لونها اسود فيقيد في الجورنال. أخذته من مكتبة جرير، ينفع للجورنال للرسم لكل شيء، زي ما تعرفوا من قبل انه انا استخدمه في جورنال الانمي، لكن اخر صفحتين حبيت اني اخرق القوانين شوية. هذا اول دفتر استخدمه للجورنال يكون بسلك وما حسيت اني انزعجت منه ابدا. اخر نوع واكثر نوع انا اقترح لكم هو كبداية اللي هو الدفتر العادي، يكون مخطط ويكون متوفر في كل مكان من مكاتب لمحلات زي مينيسو وبسعر رخيص. نيجي للاقلام اللي اكيد راح تحتاجوها في الجورنال، طبعا الاقلام يعتمد من شخص لشخص، ولكن بالنسبه لي احب اقلام زيبرا لانها متوفره في كل مكان ومنها الوان كثير، تقدروا بس تقتصروا على اللون الاسود يعني عادي. واذا تبغوا ليفل اعلى واغلى فاقلام مايكرون تقدروا انكم تستفيدوا منها، ولكن ما اقترح لكم هي للجورنال لانها اساسا حقت رسم، وفي منها بدائل ارخص وافضل. انا اساسا كنت مشتريتها لما الون بالالوان المائيه واحتاج اني احدد الرسمه، وفي منها درجات كثير، انا افضل الدرجه رقم 5 لانها اوضح وافضل شيء. اما الدرجه اللي تكون 0.5 فهذه ما انصح فيها ابدا لانها مره نحيفه وما تبان. ترى على فكره انا قاعده استخدمها دحين لو مو باين عندكم، واحس انها تنشف بسرعه وما لها فايده في الجورنال. وواحده من الاقلام اللي عجبتني واحسها تعطي لمسه حلوه للجورنال اللي هي البرش بنز، برضو من عند زيبرا، فيها الوان متنوعه وتقدر استخدموها في استخدامات مرة كتير سواء كان في الجورنال أو حتى في التلوين. في من نفس القلم جهتين، قلم عادي والجهة الثانية زي ملمس الفرشة، وهذا اللي أحبه ودائما أستخدمه. أما بالنسبة للأوراق فهذه عاد مجالها واسع جدا، لكن أقدر أني أقتصر
اختصر لكم على اوراق A4 العاديه اللي تجي ملونه. وبالنسبه لهذا الصندوق كنزي في الجورنال، احط فيه كل الاوراق اللي انا استعملتها واقدر اني استعملها مره ثانيه، زي ما انتم شايفين في قصاصات صغيره اقدر اني اسوي منها حركات وافكار كثيره في الجورنال، زي اني اشقها والصقها في الجورنال حقي او حتى اقصها على اساس انها تصير مربع مرتب. واتوقع انكم تعرفوا اني احب اسوي دي الحركه ودائما استخدمها في الجورنال. اذا حابين انكم تاخذوا ليفل اعلى وتستخدموا مع الورق الساده ورق منقش، ففي دفاتر وكوليكشنات كثير بمختلف الالوان والستايلات، يعني حتلاقوا اللي يناسبكم اكيد، وباحجام وخامات مختلفه، زي مثلا هذا الدفتر من عند مكتبه جرير استخدمه صار لسنين وما شاء الله للان في منه اوراق، اما هذا من عند تيمو لسه جديد، فزي ما انتم شايفين في اشكال وستايلات مره كتير. اكيد راح تلاقوا اللي يناسبكم. اما بالنسبه للستيكي نوتس مو مهمه، ولكن اذا حبيتوا انكم تشتروا ستيكي نوتس فانصحكم انكم تتجهوا للستيكي نوت الساده واللي يكون عليه رسمات بسيطه زي هدول كبدايه، وطبعا بعدين تقدروا تشتروا اللي تحبوه. وفي نوع احس اني للان ندمان اني اشتريته لاني ما استخدمته غير مره او مرتين، اللي هو اللي يكون فيه زي التودو ليست، صراحه قيدني وما استعمله الا نادرا. اما بالنسبه للطوابع فهي اكثر شيء كنت متردده اني اشتريه، واذا حابين انكم تشتروا الحبر انصحكم بالاكتفاء بالحبر الاسود كبدايه، وبالنسبه للطوابع فاشتروا طوابع الاحمر لانه هي اكثر شيء راح تستخدموه، وبعدها تقدروا تاخذوا ليفل اعلى وتستخدموا طوابع مختلفه زي الكتابات او الورود زي اللي عندي هذول، بس كونوا حريصين وانتم تستخدموهم لانه اكيد يدكم حتتوسخ بالحبر، والمشكله انه الموضوع ما يقتصر على يدي فقط، برضو الدفتر قاعد يتوسخ بالحبر. اما بالنسبه للواشي تيبس او الشطرطونات مجالها واسع زي ما انتم عارفين، أكثر نوع أنا أنصحكم فيه إنكم تبدأوا بالواشي تيب السادة بأي لون انتوا تحبوه، بس أهم شيء يكون سادة لأنكم تقدروا تستخدموها في أي جورنال. وإذا عندكم أوريدي واشي تيب سادة وتبغوا تاخذوا ليفل أعلى فأنصحكم بالواشي تيب اللي يكون مربعات بأي لون برضو انتوا تحبوه، أنا عندي هدول الألوان الأربعة لأنهم أكثر ألوان أنا استخدمها. آخر شيء اللي هو الستيكرز، خياراته زي ما انتوا عارفين كثير ومتنوع، وزي ما انتوا عارفين أنا عندي منهم أشكال كثير، بس أكثر شيء أنصحكم إنكم تشتروه كبداية اللي هي ستيكرز الدوائر، لأنها عملية وتقدروا تستخدموها في كل صفحة جورنال. والصراحة كل مرة اتورط وما اعرف ايش احط اقوم احط من هذا الستيكر، فهي منقد حرفيا. بس لاي احد حابب انه يشتري منها لازم انه ينتبه انه ما يكون هذا الستيكر شفاف، لانه صراحة اي ستيكر شفاف احس انه ما له اي فايدة، فانتبهوا من هذه النقطة. ثاني ستيكر افضل انه يكون عندكم هو ستيكرز الاحرف، في منها اشكال والوان مرة كثير، انا بالنسبة لي افضل هذا النوع، واتوقع لاحظتوا ان انا مرة احبه ودائما استخدمه خصوصا في جورنال الانمي، يجي معاه ستيكر ارقام برضه بمختلف الالوان، وزي ما قلت لكم من قبل في منه اشكال ثانية، بس انا احب الدوائر. وتقدروا تستبدلوا الستيكرز بهذه الخرامات، اتذكر من يوم ما كنت صغيره كنت احب اني استخدمهم، ما عندي غير هذه الاربع الاشكال واحبهم مره، استخداماتها مره كثير يعني مو بس في الجورنال، بالعكس حتى في الاعمال الفنيه. اوه خلص الفيديو؟ وبس هي هذه كانت نهايه فيديو اليوم، اتمنى من كل قلبي انه استفدتوا منه وعجبكم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا انكم تدعموني بلايك، واذا لسه ما كنتم مشتركين بالقناه فانتوا لتحت سووا سبسكرايب، شير لكل الناس اللي تعرفوهم، تابعونا على مواقع التواصل كلها موجوده تحت بصندوق الوصف، اشوفكم الاسبوع الجاي، باي باي.